نيجار مدري شو صاير لها، أنا عن جد ما عم بعرفها. كل الوقت عم لاقيها متوترة، ما أنا مركزة ودائما شاردة. وكمان امبارح بالليل فائت مرعوبة، أكيد شايفة كابوس، تصرفاتها غريبة، حاسسها خايفة من شي بس ما بعرف شو هو. دايما على أعصابها، وإمتى ما ناديت إلا بتنقز. متأكد إنه صاير معها شي وما عم تحكي. برأيك لازم أخذها على الدكتور مثلا؟ أكيد نيجار اللي حطت لي الورقة، هي بتعرف شي وخايفة إنه تقوله. هداك اليوم كان بدها تقلي، بعدين خافت وسكتت. لازم حاول خليها تحكي، متأكدة إنها عم تخبي شي. مو أنتي قلتي لي إنه بدك تخبريني بشي مهم؟ هلأ بدك تقولي يلي عندك. لا تحاولي تتهربي ولا تخبي علي، قولي يلي بتعرفيه بدون خوف. قلت لك انه بدي اتشكرك، هذا اللي كان بدي اقول لك اياه. ما بعرف ليش مفكره انه بدي اقول لك شيء ثاني، صدقيني هذا كل الموضوع. انا تاركه شوربه على الغاز، لازم اروح اشوفها. لا تتهربي نيجار، بعرف انه انت اللي حطيتيها. تفضلي اشرحي لي شو قصدك بكل حرف مكتوب بهي الورقة. عم بسمعك.